هذا وتسطر قوات المقاومة الوطنية المشتركة بطولات كبيرة في جبهة الساحل الغربي لدحر الميليشيات الحوثية وتأمين الساحل ومدينة الحديدة بشكل كامل، وصولا إلى تطهير اليمن من هذه الميليشيات وفكرها الدخيل، فيما يلي مشاهد لسير المعارك التي تمت في الساحل الغربي. هؤلاء هم أسود الجمهورية، هؤلاء هم أسود الجمهورية، والنعم فيكم يا رجال. الآن مواجهة مباشرة مع ميليشيات العدو. شرر ايوه واحد شرر 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 دي الرجال شرر شرر دي الرجال شرر شرر تحيا الجمهورية اليمنية تحيا الجمهورية اليمنية والنعم فيكم سكابو تقدموا يا رجال تقدموا يا شباب حراس الجمهورية ميليشيات الحوثي منها حقول الساحل الغربي أداء الميليشيات الحوثي يا سمي واحد يا سمي واحد
حقول الساحل الغربي. روح دم نفديك يا من الساحل الغربي. تحيا الجمهورية اليمنية. هذه غنائم العدو يا رجال، الحمد لله. بإذن الله. الحمد لله الحمد لله. بإذن الله. الحمد لله يا رجال الحمد لله. باردها في ضلعهم. باردها في ضلعهم يا رجال. تمثل الألغام إحدى أهم أدوات جماعة الموت الحوثية لقتل أكبر عدد من اليمنيين، وقدرت إحصائيات بأن عدد الألغام التي زرعت